لا يهم من تكون أو مهما كنت تبلغ من العمر، فإن الفرصة متاحة للجميع. ابذل قصارى جهدك ولن يخيب ظنك أبداً. الفخر والاعتزاز وكل المشجعين حولك سيجعلونك تدرك من أنت: الرابح، البطل، الفائز. إنها أكثر من مجرد رياضة، إنها تجعلك تؤمن في نفسك وفي قدراتك. الجويجيتسو أفضل من ذلك بكثير. بطولة رأس الخيمة المفتوحة للجويجيتسو 11 من ديسمبر 2015 الساعة 3 عصرا، 12 من ديسمبر 2015 الساعة 11 صباحا، صالة منطقة رأس الخيمة التعليمية.